بص أنا عندي أنا عندي حاجة عايزة أقولها أنت النهاردة ال... الناس واخدة. موضوع الهزيمه من سيمبا في ناس متشائمه يعني انا اقول لك بكل صراحه لسه انا وكريم سعيد كنا بنتكلم دلوقتي قبل ما ندخل على شكل حتى وطريقه الناس في تعليقاتها مش عن مباراه سيمبا والاهلي بشكل عام بنتناول هذا الموضوع انا احنا انا وزميلي كريم سعيد اللي هيكون ضيف هاني رمزي بس الفكره هنا في ايه؟ انت السنه اللي فاتت لو تفتكر سيمبا هنا احنا غلبناها خمسة صفر <applause> رحنا عندهم على ارضهم في تنزانيا خسرنا واحد صفر فالموضوع مش مقياس لان انت في الاخر توجت بالبطوله فده مش معناها نهايه العالم ابدا ابدا اللي انا هنا عايزه ارصده المحاولات المغرضه اللي دايما بتنال من الكبير والكبير دايما النادي الاهلي النادي الاهلي طول الوقت في اللي عايز يوقعوا في اللي عايز يبعدوا عن طريقه المعهود أو المعروف طريق البطولات اللي انت عودت جماهيرك عليها طريق الانتصارات احنا عندنا مشوار طويل وانا عارفة ان كل الجمهور الواعي عارف ده وعارف قد ايه النادي الاهلي يعني انت النهاردة خلاص يوم الحد عندك مباراة مهمة جدا مع طلائع الجيش عشان ترجع تاني مرة تتصدر قائمة الدوري الممتاز ففي ناس هنا شغلتها ما وراهاش شغلانه غيرك عايزه تهاجمك وخلاص عايزه تضللك وخلاص على مستوى الافراد عايزه تضللك وخلاص بالك بقي بكيان كبير اسمه النادي الاهلي فاورادي عايزه تزيف الحقيقه وده اللي عمره بنعيد وبنكرر من حين الى اخر لا عمر النادي بتهز ولا عمر الكبير في اي مكان بيتهز النادي الكبير بحجمه وبتاريخه بانجازاته عمره ما يتاثر لهذه الدرجه باراء مغرضه